بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنتواجدوا في الوحدة ديال التسمين ديال اللوز واللي كتسمى دار اللوز في غرب، اللي فيها واحد جوج الوحدات ديال التسمين ديال هاد السلسلة ديال شجرة اللوز بالمنطقة ديال غرم بصفة عامة. شجرة اللوز في غرم معروفة وهي اللي كتشكل رقم واحد وطنيا من حيث زراعة اللوز، يعني المسافات المغروسة باللوز، اللي هي شجرة قديمة قدم التاريخ، قدم الأطلس الصغير، واللي هي واحد الإرث ثقافي مهم كيلعب واحد الدور كبير في الاقتصاد الوضع الاجتماعي ديال المنطقة اللي الناس عايشين به، يعني على مراحل من الزمان اللي كيبيعوا واحد اللي كيحيدوا هذاك المنتوج كيبيعوه كل سوق، كيجيبوا له السوق اللي كتشوفوا كيجيبوا له ذاك المنتوج ديالهم، كل سوق كيجيبوا واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو ولا 5 كيلو كيتقضى بها وكيرجع وعايشين به الناس. ولكن دابا جات هذه الفرصه ديال المخطط الاخضر والمساهمه ديال السلطات الاقليميه، يعني في تثمين هذا المنتوج هذا والتطوير ديال المنتوج ديالو من حيث الغرس ومن حيث التسويق ومن حيث التثمين. جات الناس دابا غادي تغير الحال ديالهم، هذا التطور اللي عرفته هذه السلسله بحال جميع السلاسل اللي كتواجد على مستوى اقليم تارودانت. وبما ان إغرو هو المنطقه اللي هي معروفه باللوز، كانت كاينين الاكراهات دابا ولا واحد المجموعه ديال الاكراهات. الاكراه الاول هو توالي سنوات الجفاف، يعني عرف واحد التراجع من حيث الانتاج ولا من حيث يعني الجوده ديالو، لانه رغم هاد سنوات الجفاف هاد الشجره يعني كتحدى كل شيء. هذا الاسم اللي كاين دابا يعني شجره صبوره بحال اركان وبحال واحد العدد ديال الاشجار المثمره اللي كتوجد على مستوى سوس كامل بصفه عامه، ويمكن لينا نقولوها وهي الرعي الجائر. هذا الرعي الجائر اللي حنا ما كناش كنعرفوه يعني في السنوات الماضيه، يعني كان الرعي ولكن الناس كيدوزوا كيحتارموا ما كيخسروش، ولكن هذه السنوات يعني هذه السنوات دابا واحد 3 سنين ولا 4 سنين هذه كاين واحد الهجوم خايب ما غاديش يتقبلوا حتى واحد، لانه جا حافل الجمال بالالاف، جا حافل الاغنام، يعني ما الاغنام وما ادراك ما الاغنام، ماشي الاغنام اللي كنعرفوها حنا، كيجيبوا السردي داك السردي اللي كيدير الشجره هكذا برجليه ويهرسها، وهذا الشيء وقع لا بد ما نقولوه، واللي كنطلبوا اننا تعطى يعني واحد الاهميه لهذا اللوز باش ما تنزاطر ما تمشي، لان هذا الشيء اللي تعرضت ليه خصوصا هذه السنه، يعني حنا ما كنا كنعرفوا هذا الشيء ولا كنعقلوا، كيجيو يعني بواحد القوه وكيتحداو كل شيء، والناس دابا ما عارفين اش غيديروا. لهذا هذا الطلب ملح غادي نرفعوا للسلطات العموميه والامنيه باش ياخذوا التدابير ديال هذا الشيء باش ما ينزادر، لانه الناس كيحشموا كيقولوا ومولفين دابا يدوزوا عندهم الروح على، ولكن ماشي بهذه الطريقه ولا بهذا الشكل. لهذا هذا الشيء كيطلب واحد الصرامه باش هاد الناس، لان الا تكررت هاد العمليات ديال الهجومات اللي كيديروا راه اللوز رحمه الله عليه، حنا ما عندناش مناطق ديال الرعي، ما عندناش عمرنا في حياتنا ما عرفناش انه الناس ديال برا كيجيو ويهجموا على الدوار في الديور، يهجموا على في الممتلكات ديالهم في الماء ديالهم. دابا الماء يمكن نقول لكم انه الماء ما بقاش غير في المطافي ولا البيار، كاع اللي عنده شي بير راه مشى، اللي عنده شي مطفيه بالقوه كيحيدوها كيحيدوا لها الباب ويديروا على الموتور ويسقيوها وهانيه. اذا هذه الامور كلها يعني غادي تجعل هذه الشجره يكون عندها مستقبل واعد، ونطلبوا من السلطات الاقليميه والمحليه والمركزيه باش تاخذ التدابير ديالها في هذه المساله اللي ما غادي بينا لقدام. احنا في دوله القانون وكل واحد خصو يطبق عليه القانون وتبقى الامور غاديه بدون تشنجات ولا داك الشيء اللي وقع دابا في الناس ديال الاطلس الصغير. وشكرا، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.